يبدو الطعام على الموائد في غرفة الطعام بالسفينة السياحية طازجاً. يبدو أن الجميع نهضوا وغادروا المكان فحسب. تصاب بالذعر وتركض نحو سطح السفينة. تجد الكثير من النعال والأحذية مرمية في كل مكان، لكن دون أن تقع عينك على أي إنسي، تتكئ على السور فتكتشف أن السفينة السياحية ما زالت تتحرك دون أن يظهر فرد واحد من طاقمها في نطاق بصرك. أول ما يخطر على بالك أنهم ربما اجتمعوا كلهم في مكان ما لسبب ما، لذا تشق طريقك إلى كمرة القبطان. تسير عبر الممرات الشبيهة بالمتاهة حتى تصل إلى غرفة القيادة. الباب مفتوح على مصراعيه، وتنتبه إلى أن أحدهم قام بتشغيل الربان الآلي. يدور عدد من السيناريوهات في رأسك كالزوبعة. السيناريو الأول: بينما كنت نائما استيقظ الجميع وقرروا خداعك بشكل ما، لذا لابد أنهم يختبئون في مكان ما في السفينة، وعندما تذعر بسبب عدم وجود أي شخص حولك سوف يظهرون من مخابئهم ليفاجئوك بحفل كبير. السيناريو الثاني: تعتقد أنه بينما كان يستمتع الجميع برحلتهم دخلت السفينة بالخطأ إلى بعد رابع بما في ذلك الحيوانات، لكن لماذا تركوك بمفردك؟ سيناريو الاحتمال الثالث: أن الجميع عثروا على سفينة سياحية أفضل قريبة وقرروا الانتقال إليها، لكنهم لم يفكروا بإخبارك. لكن لماذا تركوا أغراضهم ورحلوا حتى دون إكمال طعامهم؟ تحاول اكتشاف ما الذي تعنيه أزرار التحكم، لكنها في وعيك مجرد مجموعة من الأشكال والمصابيح الوامضة. لا دليل يمكنك دراسته، لكن توجد شبكة إنترنت لاسلكية سريعة. تقوم بتشغيل الحاسوب المحمول وتقوم ببحث سريع عما تعنيه تلك الأشياء، وسرعان ما تكتشف أن السفينة في الوضع الآمن وأن هناك مستشعرات آلية لرصد كل المخاطر بما فيها هيجان البحر. تفتح صفحاتك الاجتماعية وتحاول التواصل مع بعض الأشخاص، لكن هاتفك لا يتصل بالإنترنت، وحده الحاسوب الموصول سلكيا يعمل. تلاحظ جهازا لاسلكي للاتصال بالبر الرئيسي على الطاولة. تحاول الاتصال لكن ما من مجيب، وفجأة تظهر الإشعارات. تحاول الاطلاع على صور أصدقائك في عطلاتهم أو في منازلهم، لكنهم غير موجودين. لا ترى سوى صور الخلفيات دون أثر لإنسي واحد. الآن تدرك رسميا أن الجميع قد اختفوا عداك. تجري محاولة أخيرة للتواصل مع العالم لكن بدون جدوى. تتحقق من بعض تفاصيل الرحلة البحرية وتكتشف أن السفينة تحتاج إلى 11 يوما حتى تصل إلى أقرب ميناء. بعد الاطلاع على الخريطة ترى جزيرة صغيرة على بعد 4 أيام فقط. تتحرك السفينة السياحية بسرعة 20 عقدة، أي حوالي 37 كيلومترا في الساعة. في غضون ذلك تقرر استكشاف السفينة وزيارة عدد من أقسامها الفاخرة. الإعلانات على التلفاز تعرض خلفية فارغة لسفينة سياحية دون آدميين، مما يجعلها تبدو موحشة بعض الشيء. في رحلة بحرية سياحية يمكن لسفينة كبيرة استخدام أكثر من 4080 كيلوغراما من الخس و 20400 كيلوغراما من البيض. بشكل عام تستهلك السفينة التي يشغلها أكثر من 1000 شخص حوالي 2000 شريحة لحم و 1000 حبة بطاطا مخبوزة يوميا، لذا يوجد الكثير من الطعام والمكونات على سطح السفينة يمكن أن تكفيك لسنوات. تصل إلى مكتب الاستقبال وتتحدث عبر جهاز الإذاعة الداخلية لتقديم إعلان رسمي. مرحبا مرحبا، لكن بلا أي رد. حسنا، إذا كانت هذه خدعة ما فهي ليست مرحة، يمكنكم الظهور الآن. سأنزل إلى الطابق السفلي لتناول بعض الطعام. تنتظر طويلا في مكانك لكن لا يظهر أحد. تقرر النزول إلى الطوابق السفلية للسفينة، لكن قبل أن تتوجه للأسفل تتحقق من حلبة التزلج ولا تجد أحدا هناك. ترتدي أحذية التزلج وتتسلى لبعض الوقت. يبدو الأمر جيدا دون وجود أحد يزعجك أو يخبرك كيف تتزلج بالطريقة الصحيحة.
بعد ذلك تتحقق من غرفة الألعاب وتلعب لعبة مغامرات شيقة باستخدام العملات المعدنية الموجودة على الطاولة، وتلعب لساعات طوال. تبدأ الشمس بالمغيب فتقرر تناول مشروب مرطب والاستمتاع بالغروب. تجلس على سطح السفينة المخصص لكبار الشخصيات حصريا، وتقفز على أفخم أريكة استرخاء من أجل الاستلقاء لبعض الوقت. المكان هادئ للغاية حتى إن بإمكانك سماع تلاطم أمواج المحيط. تغفو في مكانك وتستيقظ صبيحة اليوم الموالي بسبب حرارة أشعة الشمس. تتسكع في الأرجاء وتحاول التفكير فيما يمكنك فعله. تأخذ مضرب جولف وتلعب قليلا قاذفا الكرات في المحيط، وتواصل اللعب حتى يصيبك الملل. تدرك أنك انشغلت كثيرا بالأنشطة الجانبية وتحس برغبة في النزول إلى الطوابق السفلية للسفينة. تتحقق من مدخل ممنوع على غير الموظفين، وتستخدم بطاقة المرور التي عثرت عليها وتشرع في نزول السلالم. يصبح المكان مظلما، الكهرباء لا تعمل، لذا تمسك الكشاف وتتحقق من الغرفة من الخارج. عادة ما يعيش أفراد طاقم السفينة في غرفة على شكل قبة بأسرة مشتركة من طابقين، ولديهم مساحة مشتركة لتناول الطعام والوصول إلى الأنشطة الترفيهية الأخرى. كما توجد المطابخ الرئيسية التي تعد الطعام للركاب في الأدوار السفلية. كل الغرف تبدو متشابهة، توجد ضوضاء عالية تصدر من غرفة المحرك مما يجعلها مخيفة. تسمع صرير الأنابيب ويتردد صدى صوتها من أماكن عشوائية مع وميض المصابيح الذي يتراءى من كل مكان، وتتبعك الظلال بينما تحركت ممسكا بالكشاف الذي أخذته من إحدى الغرف. فيعتريك خوف شديد، تنادي بصوت عال لعلك تسمع مجيبا، لكن لا تسمع سوى صدى صوتك يتردد في جنبات الممر. تشعر بالتيه والضياع فتحاول العثور على طريق العودة إلى سطح السفينة، لكن كل شيء يبدو متشابها. تركض في ذعر، تتعثر في شيء ما ويسقط منك الكشاف. أصبح المكان مظلما للغاية. تلوح بذراعيك حولك وتحاول تحسس طريقك. تضع يديك على الجدار وتحاول التنقل. ترى ضوءا ساطعا في نهاية الممر فتهرول نحوه لينتهي بك المطاف في المطبخ المركزي، وترى الكثير من الطعام. توجد عشرات الثلاجات ومطبخ كامل مخصص للحلوى، فلا تسمع إلا زقزقة عصافير بطنك الجائعة. تتناول أغرب وأفخم طعام تناولته في حياتك. تبلغ تكلفة الطبق الواحد منه آلاف الدولارات، وتقضي الأيام القليلة التالية في تناول الحلويات اللذيذة ولعب الجولف والاحتفال على حلبة الرقص. وبعد ثلاثة أيام تسأم من كل الأنشطة الترفيهية المرحة الموجودة على السفينة. وبينما أنت جالس تحت أشعة الشمس، تلوح لك جزيرة في الأفق. تمسك المنظار لترصد المكان الذي تتوجه إليه السفينة. تسرع إلى غرفة التحكم للتحقق من الخريطة. 30 دقيقة فقط تفصلك عن الارتطام بالشاطئ، لكنك لم تتعلم يوما كيف توقف سفينة سياحية بهذا الحجم. تنزل المرساة لإيقاف السفينة، ثم تستخدم قارب إنقاذ لبلوغ الجزيرة. تجمع بعض المعدات والطعام، يمكن لأحد سكان الجزيرة مساعدتك. تتوجه إلى الشاطئ على الفور وتدخل المدينة، لكنها خاوية. من الواضح أن الناس تركوا سياراتهم في وسط الطريق في ذروة الزحام. تتوجه إلى قسم الشرطة للاستفسار عن الوضع، لكن لا. بعد شهور تمكنت من استكشاف الجزيرة بالكامل وحفظ الكثير من أطعمة السفينة السياحية. وبعد 5 سنوات أصبحت تسيطر على الجزيرة بشكل كامل، وتعلمت كيفية قيادة السفينة السياحية بشكل جيد. لم تصادف أي شخص منذ ذلك اليوم الذي وجدت فيه نفسك وحيدا على السفينة. يبدو أن الجميع تبخروا كما يتبخر الماء في الهواء. وبعد 10 سنوات تجلس في برج الإذاعة بلحيتك الطويلة، وقد زرعت حقولا شاسعة على الجزيرة بمختلف الثمار والغلال. لم تطأ قدماك ظهر السفينة منذ 3 سنوات، وفجأة تلتقط إشارة الراديو بشفرة مورس. يبدو أن أحدهم من البر الرئيسي يحاول التواصل معك، فتقرر العودة إلى السفينة على عجل واكتشاف ما يخبئه لك القدر.
ظلام. تفتح عينيك وترى نورا ساطعا. تبدو هيئة الناس من حولك كأنها تتوهج في الظلام. لقد اعتادت عيناك أخيرا على الضوء، فتنظر من حولك تدرك بأنك الآن في المستشفى. يقف حولك الأطباء ببدلاتهم الوقائية وأقنعة الغاز، ومن ثم يسألك أحدهم: كيف تشعر؟ لا تتذكر ما حدث. تحك رأسك وتسمع صوت خدش غريب. تنظر إلى كفك، إنه زجاجي، جسمك مغطى بالزجاج بالكامل. يقول الأطباء بأنك تعرضت لحادث، لكنك لا تتذكر أي شيء. تنهض من سريرك وترى الأرضية بأكملها مغطاة بطبقات من الريش المنفوش. هذا ضروري حتى لا تسقط ويتكسر جلدك على الأرضية الصلبة. من الصعب بالنسبة لك التحرك في الأرجاء. تشعر بأنك ضعيف تماما، وأي احتكاك بجسم ما سيترك خدوشا على جسمك، وستشعر بحروق مؤلمة. يقدم لك الأطباء بطاطا مهروسة، لكنك لا تشعر بالجوع. تود معرفة ما يحدث ولماذا يرتدي كل هؤلاء الأشخاص أقنعة غاز. يقولون بأنك دخلت مكب نفايات بالخطأ، حيث كان العلماء يجرون تجارب بالرمال والنار والإشعاعات، ولسبب ما نجحت في دخول مختبر التجارب وتغير جسمك بالكامل. يرتدي الجميع في المبنى أقنعة الغاز وبدلات وقائية للحماية من خطر الاتصال بأي هذه المواد. أنت الآن في مؤسسة خاصة، وسيقوم علماء وأطباء من كافة أنحاء العالم بدراستك عن كثب. تريد العودة إلى منزلك فحسب لرؤية والديك وأصدقائك. يقول الطبيب بأن ذلك مستحيل في الوقت الحالي. يجب أن يفحصوك حتى يعرفوا مهاراتك، ومن ثم يقول: كل شيء سيكون على ما يرام. لكن بصوت غريب، تمكن الباحثون من معرفة كيفية تفاعل الزجاج واندماجه مع خلايا جسمك. فمثلا وقع كوب على قدميك وتشقق جلدك بسببه، لكن بعد بضع ساعات تختفي الشقوق وتعود قدماك ناعمتين مجددا. أعضاؤك وعظامك والأنسجة الناعمة عادية تماما، لكن جلدك اكتسب خصائص الزجاج. يمكنك أيضا جعل جلدك شفافا متى شئت. يسمح لك ذلك برؤية عضلاتك. حسنا، تبدو مخيفا الآن. ستظل تحت المراقبة الطبية باستمرار، ولا أحد تقريبا يتحدث إليك أو يريك وجهه. تشعر بالتوتر لأنه ما من نوافذ في الأرجاء والنباتات الصناعية، وكل ليلة توصد غرفتك بقفل مغناطيسي. تتحرك بحذر شديد خشية أن تكسر قطعة من جلدك. يعدك العلماء بأنهم سيحلون هذه المشكلة ويضعونك على نقالة ويربطوك جيدا، ومن ثم يصطحبوك إلى مكان ما. يقول الطبيب بأنه يعرف كيف يجعلك أقل هشاشة. يجب أن تثق به أولا. يدخلونك غرفة مظلمة، ويطلب منك الطبيب إبقاء عينيك مغمضتين طوال العملية. تنظر من حولك وترى مواقد عملاقة. سيدخلك الأطباء بالأقنعة إلى هناك. تطلب منهم ألا يفعلوا ذلك، وتقول أنك لا تمانع أن تظل قابلا للكسر. يضعك العلماء في حجرة مصنوعة من حديد الزهر، فتطلق عقيرتك للصياح. ألسنة النيران في كل مكان. تغمض عينيك وتشعر بأن الجو يزداد حرا بشكل تدريجي حتى تغلفك النيران بالكامل. تشعر كأنك في قلب بركان، لكنك لا تشعر بأي آلام. وبعد بضع دقائق تختفي النيران، وينفخ الهواء البارد على جسمك عبر جدران الحجرة. يخرجك الباحثون من الفرن، وتطلب من الطبيب أن يفك رباطك، فيقول: يمكنك فعل ذلك بنفسك. تشد عضلاتك وتمزق الأربطة بسهولة. تقف على الأرضية وتشعر بقوة مدهشة في جسمك. يقول الطبيب بأنك الآن صرت مصنوعا من الزجاج المتين، وهذا يعني أنك أقوى من الخرسانة وبعض المعادن. وخلال اليوم تختبر جلدك الجديد. يمكنك بسهولة تحطيم الجدران ومقاومة أي أضرار. النار والسهام والمطارق لا شيء قادر على تكسير جلدك. وفي نهاية اليوم يتبعك الأطباء إلى غرفتك. في هذه اللحظة تنطلق صافرات الإنذار. لقد نسوا إغلاق الباب ويهرعون إلى مصدر الإنذار. تنهض من سريرك وتمشي إلى الرواق. يومض المبنى بأكمله بالأضواء الحمراء، وتهز الصافرات المدوية المكان بأسره. تتفتح أبواب المصعد، ويخرج أشخاص مقنعون بأقنعة الغاز. تذهب إلى أقرب مكتب وتختبئ هناك.
لقد مروا أخيرا دون كشف أمرك. تنظر حولك في الغرفة، تبدو كمختبر سري. ثمة أنابيب زجاجية ومعدات وغيرها من الأدوات العلمية في كل مكان. هناك أيضا صور بالأشعة على الجدران. تجد مصباح جيب صغير فتضعه في جيبك، ومن ثم تلاحظ بعض المستندات على الطاولة. وفي الصفحة الأولى ترى صورتك، وحينما تتفحص الملف تدرك بأنك لا تستطيع قراءة أي شيء، إذ بدلا من الحروف ثمة رموز غريبة على الصفحة تبدو كأنها لغة غير معروفة. يمسك بك شخص من الخلف، إنها فتاة صغيرة تبكي وتطلب المساعدة. تنهمر دموعها على يديك، وما يلبث أن يدخل العلماء المكتب ويبعدون الفتاة فتصرخ اهرب من هنا قبل أن تختفي تماما وراء الزاوية. تنظر إلى أحد الأطباء وتسأله ما هذا المكان، فيجيب الطبيب بأدب رجاء عد إلى غرفتك. تترك المكان وتلاحظ رائحة غريبة قادمة من يديك. الرائحة شبيهة بالبنزين، من المؤكد أنها دموع تلك الفتاة. هل كانت تبكي وقودا؟ تذهب إلى سريرك وتقرر بأنك في الغد ستهرب من هذا المكان الفظيع. تشعر بالتوتر، وفي تلك اللحظة يحدث شيء لجسمك. تنظر إلى يديك وترى انعكاس صورتك. لقد تحول جسمك إلى مرآة. عظيم، قوة خارقة جديدة. تدخل يدك إلى جيبك وتخرج المصباح اليدوي وتجد بطاقة القفل المغناطيسي. من المؤكد أن تلك الفتاة وضعتها في جيبك، ربما سرقتها من الأطباء، والآن يجب أن تعثر عليها وتنقذها أيضا. تتدرب الآن على آلة المشي وتطلب منهم أن يصحبوك إلى الحمام. ينتظرك الأطباء خلف الباب. تغسل يديك وتنظر إلى نفسك في المرآة. لقد خطرت لك فكرة، ستتحول إلى مرآة وتقف بجانب الحوض، ومن المؤكد أنك ستتماهى مع بقية مرايا الحمام. تنتظر قدوم الأطباء، يهرعون بأقنعتهم الغازية داخل الغرفة دون اكتشاف أمرك، وبعد قول أشياء بلغة غير مفهومة يغادرون المكان. وفجأة يعود أحدهم، ينظر إلى انعكاس صورته في المرآة في وجهك بالضبط. لحسن الحظ لم يتفطن إليك، وبعد لحظات يغادر المكان. وبعد فترة وجيزة تخرج وتهرع إلى الرواق. تسمع أصوات خلفك، فتحول جلدك إلى مرآة مجددا وتختبئ في الركن. يمر بجانبك فريق من العلماء، والآن تتحرك في الاتجاه المعاكس. تجري على طول رواق طويل، لكنك تجد الطريق مسدودا، وبدون تردد تضرب الجدار وتجد نفسك في الرواق الأساسي. العديد من الحجرات هنا موصدة وفيها أناس محبوسون. شخص منهم تغطيه النيران يمشي داخل غرفة مضادة للنار، وترى شابا خلف الباب الثاني تنبت النباتات على رأسه بدلا من الشعر، وآخرين بقوة خارقة غريبة في كل مكان. تستعمل بطاقتك المغناطيسية لفتح كل الأبواب، لكن لم يغادر أحد حجرته. تسألك سيدة عجوز بهوائيات على رأسها بدلا من العيون، لماذا فعلت ذلك؟ ألا تعرف بعد؟ وفي إحدى الحجرات تجد الفتاة التي أعطتك البطاقة المغناطيسية. تطلب منها أن تهرب معك، لكنها تنظر إليك وتهز رأسها بالنفي. يغشي عينيك ضوء ساطع. عندما تفتح عينيك ترى بعض الأشخاص يرتدون ملابس واقية وأقنعة للغاز. توجد معدات علمية غريبة من حولك. ماذا يحدث لي؟ يربط عالم مقنع على كتفك بصمت، لكن بعدها ترى عالما آخر يخفي ماسحا ضوئيا في مجلد كتب عليه معالجة الذاكرة. مهلا، ما هذا الشيء؟ ماذا فعلتم بي؟ تحاول النهوض قبل أن تدرك أنهم أوثقوا ذراعيك وساقيك إلى الطاولة وأحاطوا رأسك بهذه الأحزمة. يسيطر عليك الهلع، لكنك تسمع حينها صوتا هادئا وودودا. صباح الخير يا سكاي. دعني أذهب. صهين يا فتى، اهدأ، كل شيء على ما يرام. لقد وقعت بالأمس في مأزق. زملائي، لماذا قيدتم يديه وقدميه هكذا؟ إنه ليس وحشا. حسنا، يفك العلماء وثاقك. ولا زال الرجل ذو المعطف الأبيض ينظر إليك بابتسامة عريضة. اسمي دكتور ميرفيل، أؤكد لك أنك في أمان تام. لقد تورطت في تجربة رهيبة وتمكننا من إنقاذك. ماذا عن الزجاج الذي يغطي جسمي؟ هل يمكن أن أستعيد جلدي؟ بالطبع،
اليوم سيخترع زملائي علاجا خاصا من أجلك. سيستغرق هذا بعض الوقت، لكن في المساء ستبدو كما كنت في السابق، وغدا سنساعدك للعودة إلى موطنك. في غضون ذلك سيرافقك زملائي إلى غرفتك. أنت بحاجة إلى بعض الراحة. فيو، يبدو أنك تمكنت أخيرا من تنفس الصعداء. أنت محظوظ، وهؤلاء الرجال لم يريدوا سوى مصلحتك. تطلق ساعة دكتور ميرفيل صوتا. أراك لاحقا يا سكاي. بينما تسير في الممر متجها إلى غرفتك تفكر في موطنك وكيف سيأخذك هؤلاء العلماء الودودون إليه قريبا. لابد أن والدك على وشك الجنون لأنك لم تعد إلى المنزل منذ عدة أيام. فجأة يسقط غطاء فتحة التهوية من السقف فوق رأس أحد العلماء المقنعين، ويقفز من فتحة التهوية رجل وامرأة لا تعرفهما. يشير الرجل بيده نحوك. بجانب كفه تظهر كرة أرجوانية اللون، تبدو ككتلة من الطاقة. يرمي الرجل هذه الكرة وتمر من خلال جسمك. تسمع صوت شحنة كهربائية خلف ظهرك. عندما تنظر حولك ترى شرارات تتطاير من عيون العلماء. تبدأ رؤوسهم في الحركة بشكل عشوائي قبل أن تتحطم وتسقط أرضا. يتضح أن هؤلاء العلماء الودودين رجال آليون. ماذا يحدث؟ لا لا، بربكم يا رفاق، لقد وعدتم بإعادتي إلى منزلي. تكور يديك كي تلكم هذين الغريبين. من أنتما وماذا تريدان؟ كلمة أخرى يا كلير وسأقضي عليه. هذا الرجل الضخم يبدو مخيفا وهو مستعد للعراك. اهدأ يا باب، أنصت لي يا سكاي، جميعهم كذبوا عليك. يمكنني مساعدتك للتخلص من هذا الجلد الزجاجي، ألا تتذكرني؟ كلا، هل يفترض أن أتذكرك؟ أنتما الاثنان لا تبدوان مطمئنين. لا شك لديك أنك ترى هذين الشابين لأول مرة. تظهر دموع في عيني الفتاة وتشم رائحة الغازولين. تبدو هذه الرائحة مألوفة لك بشدة، لكنك عاجز عن تذكرها مهما حاولت. ثق بي، سوف نكشف لك كل شيء. لا تعرف لماذا فعلت ذلك، لكنك تمسك يدها. تقودك كلير إلى أحد الأبواب. تسقط دموعها على القفل، ثم تطرق بأصابعها فتشتعل منها النيران، ويفتح الباب. تقف فوق كرسي وترى غرفة اجتماعات. انظر هناك، ستفهم كل شيء، حافظ على هدوئك فحسب. مرة أخرى تسمع صوتا مألوفا، إنه يأتي من فتحة التهوية. إنه دكتور ميرفيل. العلماء والأطباء الذين كانوا يعتنون بك مجتمعون حول طاولة مستديرة، ويجلس دكتور ميرفيل على رأس الطاولة. أيها السادة، لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة. غدا وبعد انتهاء المرحلة الأخيرة من التجربة سنستقبل فرقة من ذوي القدرات الخارقة، وبمساعدتهم سنتمكن أخيرا من إحكام سيطرتنا على كوكب الأرض. فجأة يركض العديد من العلماء إلى غرفة الاجتماعات ويهمسون في أذن دكتور ميرفيل بشيء ما. هل فقدتم عقولكم؟ اعثروا عليهم الآن، لا تدعوهم يهربوا. يتضح أن الطبيب الذي يبدو ودودا يريد استغلالك فحسب، وأنت مجرد فأر تجارب بالنسبة له. لكن كيف يعقل هذا؟ ولماذا؟ بوب، ساعده بسرعة. يلمس بوب جبهتك بكف يده. تبدأ في الشعور بألم شديد في رأسك. ترى ذكرياتك تومض أمام عينيك. الآن تتذكر المنظر من نافذة سفينة الفضاء. أنت وكلير محتجزان هناك عنوة. كلير، سكاي، يجب أن نعود إلى الأرض وبسرعة. سيجد أبي وسيلة للتصدي لدكتور ميرفيل. أعلم كيف نصل إلى المرفأ. يمكننا سرقة سفينة والعودة إلى الأرض. لكن أولا سننقذ جميع من أحضروا إلى هنا، لا يمكننا تركهم في هذا المأزق. سكاي اسمعني، لديهم آلاف الروبوتات ونحن ثلاثة فحسب، لن يجدي ذلك نفعا. يا رفاق، انظروا إلى ما يمكننا فعله الآن. لقد عطل روب الروبوتات بكرة كهرومغناطيسية مذهلة، وأنت حرقت القفل بسهولة. علينا أن نتحد ونستخدم قدراتنا الجديدة لمواجهتهم. أنت محق يا سكاي، لقد أصبحنا مختلفين الآن. كلير، هل يمكنك التسلل إلى غرفة التحكم وفتح الزنازين؟ سأحرر الجميع أنا وبوب، وبعدها سنذهب إلى السفينة. أجل، لديكم خطة للهرب، لكن بمجرد أن تخرجوا من هذه الغرفة تجدون العديد من الروبوتات تصوب نحوكم أسلحة ناسفة. لقد أمسكوا بكم. ها ها، هل ظننتم أن مراهقين سذج مثلكم سيتغلبون علي؟ حسنا،
هذا أفضل بكثير. سنجري الآن المرحلة الأخيرة من التجربة. سنبدأ بالفتاة. ترى روبوتات تحضر جهاز ليزر إلى المعمل وتوجهه نحو كلير. أنتم لا تعرفون الخطأ الذي ارتكبتموه عندما قررتم إجراء التجربة علينا. تشعر بالغضب وتحاول التحرر، لكن جلدك يبدأ في التشقق في كل جزء من جسمك. يجدر بك أن تشاهد هذا يا سكاي. ستعاني هذه الفتاة بسببك أنت. لقد أمرتك أن تجلس في غرفتك بهدوء. تشعر بالغضب. تنتشر الشقوق الزرقاء على جلدك، تمزق الأحزمة المحيطة بك، لكن الروبوتات تمسك بك بشدة. يشغل دكتور ميرفيل مدفع الليزر الذي يبدأ في الاهتزاز. ستتأذى كلير خلال ثوان معدودة. سيثبت لك هؤلاء المراهقون السذج ما يمكنهم فعله. تغلق عينيك وتتخيل القفز من فوق شجرة. تجد والدتك هناك لتلتقطك قبل أن تسقط. تحتضنك وتقول: أنت بطلي يا سكاي، وستظل بطلي دائما. تفتح عينيك ويخفق قلبك بسرعة، وتتمكن من إيجاد القوة الكافية لدفع الروبوتات بعيدا. تصيبك أشعة الليزر وتجرحك، لكن الشقوق على جسمك سريعا ما تلتئم. ترى كيف تحول ذراعك إلى شيء أكثر صلابة لسبب ما. ما هذا؟ من أين يأتي الضوء؟ هل يتحول ذراعك إلى ألماس؟ أجل، ترى الروبوتات تركض نحوك مجددا، لكنهم يتمزقون إربا بفعل ضرباتك القوية. كلما ازداد غضبك زادت صلابة جسمك كله، وزادت شرائح الألماس التي تغطيه. سكاي توقف، حاول أن تهدأ، وإلا سيتحول جسمك كله إلى ألماس، وهذا كل ما يريده ميرفيل. كلير على حق، كلما تأججت مشاعرك السلبية حدثت المزيد من التغييرات في جسمك. يشق دكتور ميرفيل طريقه بسرعة للخروج. إنك تطارده، لكنه يختفي خلف الأبواب الثقيلة. تطلق سراح أصدقائك. أنقذ الآخرين قبل أن تصل الروبوتات إليهم. سأحاول الوصول إلى مركز التحكم وفتح الزنازين، وبعدها سنلتقي في منصة السفن. كلير احترسي جيدا، لن أسامح نفسي إذا أصابك مكروه. سوف تجدني، لكن كيف؟ تظهر الدموع في عيني كلير وهي تركض تاركة خلفها قطرات من الغازولين التي تشتعل، ويبدأ الدخان في التصاعد منها فورا، مما يترك أثرا خلف الفتاة. وهكذا يمكنك العودة إلى كلير. أسرع يا سكاي. تشق أنت وبوب طريقكما عبر عشرات الروبوتات متجهين إلى الزنازين. بوب، هناك الكثير منها. المسها الآن. هل أنت متأكد من ذلك؟ تلمس كتلة الطاقة الأرجوانية بيدك الماسية. تعبر الكرة من خلال يدك وتنقسم إلى العديد من الكرات، ثم يرسلها بوب مباشرة إلى روبوتات، مما يجعلها تتعطل. واو، هذا رائع. أجل، كالأبطال الخارقين الحقيقيين. في تلك اللحظات تركض كلير نحو مركز التحكم. يعترض روبوتان طريقها، يمسكان بها، لكن عينيها بدأتا تتوهجان. تضيء عيون الروبوتات أيضا وتتوقف. فجأة يبدأ القتال بينها، وتركض كلير متجاوزة إياها. تضغط على الزر المطلوب، وتظهر على الشاشة عبارة: كل الزنازين مفتوحة. ترى أنت وبوب أبواب الزنازين مفتوحة. تطل امرأة عجوز من الزنزانة، ثمة ضوء ساطع بدلا من إحدى عينيها. جدتي، ينبغي أن نهرب من هنا. إنه كلبي، تعال إلى هنا يا هيجي هوغ. ليتبعني الجميع، سنعيدكم إلى الوطن. تنتظركم العديد من الروبوتات في القاعة. تسمع نباح الكلب خلف ظهرك. هيا يا هيجي هوغ، تعامل مع هذه القطع الحديدية. تدير رأسك وترى كلبك يتراجع بعيدا، ثم يقفز مباشرة إلى الروبوتات ويتحول إلى قنفذ طائر. يدفع الروبوتات بعيدا بذيله ويطيح بها جميعا. فتى رائع، علينا اختيار لقب جديد لك. لقد أوشكت على الوصول إلى هدفك. تصعد إلى باب عملاق يؤدي إلى المرفأ. لقد نجحنا، يا لنا من فريق رائع معا. مهلا، أين كلير؟ ربما أمسكوا بها. علينا أن نسرع يا سكاي. لن أذهب إلى أي مكان بدونها. فجأة يخترق أذنيك صوت رهيب. رأسك يؤلمك وتبدأ في التلوي وتسقط أرضا. في تلك اللحظة يبدو أن دكتور ميرفيل يحمل قاذفا كبيرا. أنا آسفة يا سكاي، لقد اختفى آثار النار التي تركتها لك. تظنون أنكم أبطال خارقون الآن، أليس كذلك؟ وما رأيكم في أحدث اختراعاتي؟
سأعرض عليكم اتفاقا، يمكنكم مواصلة القتال، وبعد ذلك سيقضى عليكم خلال لحظات، أو سأفتح الباب وأطلق سراحكم، لكنك ستبقى معي يا سكاي. سكاي، لا تفعل ذلك، يمكننا تفجير الباب، سنجد حلا ما. يمكنك المخاطرة والهرب، لكن سيتأذى الجميع، لكن إذا استسلمت فلن ترى منزلك مرة أخرى. أنا أوافق، أغلق هذا الشيء. عليك الذهاب إلى دكتور ميرفيل، والآن ستنسى كل ما حدث. سأحولك إلى ماسة ستساعدني في إحكام سيطرتي على الأرض. يضغط دكتور ميرفيل على بعض الأزرار بينما تغطي وجهك بيدك. في تلك اللحظة يضيء الممر بأكمله بوميض ساطع، ينكسر الشعاع داخل ذراعك الماسية ويرتد إلى الخلف ويصيب دكتور ميرفيل. يتغير دكتور ميرفيل فجأة ويبدو الآن كرجل عادي بوجه لطيف. أوه مرحبا، ماذا يحدث هنا؟ لا أصدق ذلك، لقد فقد ذاكرته. إنها فرصتنا، أهرب، كيف سنفتح هذا الباب الآن؟ فجأة تأتي الجدة إلى المقدمة، يصبح الضوء الصادر من عينها أكثر تركيزا. إنها تنظر إلى الباب، وفي المنطقة التي يصيبها الضوء يظهر ممر يأخذكم إلى الجانب الآخر. تعبر من الباب مع فريقك، ينطفئ الضوء، يغلق الممر خلف ظهرك. الآن ليس هناك ما يمنعكم من العودة إلى الوطن. سنعود إلى الديار. الآن علي أن أتذكر كل ما علمني إياه أبي. تطير في الفضاء المظلم، أنت حر أخيرا. بوب وكلير في مكان قريب، يربض كلبك تحت قدميك. هل رأيتم جدتنا الخارقة؟ كيف تمكنت حتى من إدخالنا من الباب؟ تغمز الجدة بعينها ويضحك الجميع. لقد أنقذتنا أيها القائد سكاي، أنا آسف لأنني جبان هكذا. لم يكن شيئا لينجح بدون مساعدتك. مهلا، هل قلت قائد؟ لكن بالطبع قائد، هل يتفق معي الجميع؟ يبتسم جميع أعضاء طاقمك الجديد ويهزون رؤوسهم. أنت بطلي، أتمنى ألا تكوني قد ظننت أنني كنت سأتركك هناك. تدنو من كلير وتقبلها على خدها. فجأة تتحول يدك مجددا من الماسي إلى الزجاج. تعلمين أكثر من أي شيء آخر أنني أريد استعادة جلدي، هل قلت إنك تعرفين كيف تفعلين هذا؟ صديقتي عالمة بارعة، سنعود وستساعدك. بوب، تحقق من الإحداثيات، هل هناك أي إشارة لاقترابنا من الأرض؟ أجل، نحن في منتصف الطريق، لكن أمرنا بعدم العودة. أنا لا أحب الخضوع للأوامر. سنرى قريبا السماء الزرقاء مجددا، سنتقدم بسرعة القصوى، نأمل ألا نقابل ثقبا أسود. سكاي، النيازك، إنها تتقدم نحونا. تشير أجهزة المراقبة إلى أنها تتقدم نحونا بسرعة 97 ألف كيلومتر في الساعة، وهذا يمنحنا بعض الوقت. بوب، حول كل الطاقة إلى الدافعات واربطوا أحزمة الأمان جميعا، نحن في طريق وعر. الدروع بنسبة 70% وتنخفض أكثر. أعد توجيه كل طاقة الدرع إلى الليزر. هل أنت متأكد؟ ليس لدينا أي وسيلة دفاعية، لا نملك وقتا. تم، سنبتعد، يجب أن نعود إلى موطننا. كفك يا بوب. سكاي، انظر لهذا. أوه لا لا، ليس الثقب الأسود، هل ما زال لدينا طاقة؟ لقد استنفذت كلها، لدينا 5 دقائق حتى يسحبنا حقل الجاذبية إلى الثقب الأسود. ماذا علينا أن نفعل أيها الكابتن؟ انتباه أيها الفريق، جون، أخرج مصدر الطاقة بسرعة. بوب، ألقي شحنة من الطاقة فيه. كلير، كوني مستعدة للتشغيل. هيا، اعمل أرجوك. 3، 2، 1، انطلاق. المحركات تعمل، ولكن لماذا لا تتحرك السفينة؟ لقد فات الأوان، نحن بالفعل في أفق الحدث، نقطة لا عودة. لا توجد قوة محرك كافية للتغلب على الجاذبية. يبدو أني كسرت من الحمل الزائد. كلا، أنا هنا. تشبثوا جيدا. سكاي، هل الجميع بخير؟ جدتي، أضيء لنا المكان،
ليس الأمر مخيفا على الإطلاق، من هنا نستطيع الطيران إلى المستقبل. انظروا، نور الكون كله يضيق. جدتي، حاولي أن تصل النور إلى تلك النقطة ثم قومي بتشغيل النقل الفضائي. نحن بالفعل في قلب الثقب الأسود، النقل الفضائي لا يعمل، كيف سنخرج من هنا؟ ليس لدي أي فكرة، أشك في وجود أي شخص هنا من قبل، أتمنى أن يستجيب أحد لإشاراتنا. سكاي، يمر الوقت بشكل مختلف هنا، لكل ثانية هنا يمكن أن يمر يوم كامل أو حتى أسبوع، بينما نحن هنا قد تمر سنوات على الأرض. ماذا كان ذلك؟ اربطوا أحزمة الأمان. رائع يا رفاق، إنها الأرض، لقد عدنا إلى موطننا. كلير، بوب، جدتي، جون، أين أنتم؟ لابد أنهم ذهبوا طلبا للمساعدة. كان بإمكاننا السفر إلى المستقبل عبر الثقب الأسود. أو هاي، ما هذه السنة؟ 2220. ماذا؟ إلى أي مدى سافرنا؟ سيكون بوب سعيدا. عذرا، هل لديك خبز وماء؟ لدي أوراق الموز والأوكاليبتوس. ماذا؟ هل تأكل أوراق الشجر؟ نعم، إنها مغذية للغاية. حسنا، هل رأيت أي شخص آخر هنا؟ رأيت فتاة وشابا ضخما ذهبا إلى الشلال. هيا سأريك. كلير، بوب، يا رفاق، عمل الناقل عن بعد الخاص بالجدة. يا رفاق، إنه عام 2250، هل يمكنكم تصديق ذلك؟ حسنا، نحن على الأرض. لا بأس هيدجهوغ، أين جدتي وجون؟ إنهم يستريحون هناك في ذلك الكهف. أخبرني كيف أصل إلى أقرب مدينة، نحن بحاجة إلى إيجاد قطع غيار للسفينة. هناك بلدة قريبة لكنها مظلمة، نحتاج أن نجد مأوى وننتظر حتى الصباح، وإلا ستكون في خطر كبير. لا لا، يجب علينا أن نذهب الآن يا رفاق لنصلح السفينة ونعود إلى عصرنا. استمع إليه يا سكاي، إنه يعرف عما يتحدث. انظروا، الشمس تغرب، يجب أن نصل إلى الكهف بسرعة. يا رفاق، ماذا بكم؟ هل أكلتم الكثير من الأوراق أو أي شيء من هذا القبيل؟ أيا كان، سأذهب إلى المدينة لوحدي، إنهم يتصرفون بغرابة يا هيدجهوغ. لما الجو بارد جدا؟ أوه لا 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 لا, لا. نحن بحاجة لاستكشاف هذه الجزيرة أولا. الجو بارد هناك، لنشعل النار. كلير، هل يمكنك المساعدة؟ تركت ولاعتي على السفينة، ولكن لديك دموع الوقود. جون، هل يمكنك أن تعطينا بعض الأغصان من أجل النار؟ ما خطبكم يا رفاق؟ الجدة، بوب، لا تتناول أوراق الشجر بعد الآن، فهي تحول الناس إلى غريبي الأطوار. ماذا يحدث؟ اتركوني، أين أصدقائي؟ من أنتم؟ ولماذا تسكن السحالي على الأرض؟ من قال إننا على الأرض؟ كلب جيد، تعال إلى هنا. أتعرف، نحن أعز صديقين،
حقا؟ لم أحظى بأصدقاء قط. أخبرني لماذا تكونون في بعض الأحيان بشرا وفي أحيان أخرى سحالي؟ ولماذا يشبه كوكبكم كوكب الأرض؟ الجاذبية نفسها والنباتات نفسها. لا أعرف، أثناء النهار نكون بشرا، وعندما يحل الليل نتحول إلى سحالي. ماذا يفعل الأصدقاء؟ يعامل الأصدقاء بعضهم البعض جيدا، لذا دعني أذهب وسوف أعثر لك على الكثير من الأوراق. حسنا، هيا بنا. توقفا. وصل زعيم كوكب السحالي. الآن سأتحول إليك وأظل بشريا إلى الأبد. أصدقائي ذو القوى الخارقة في منتصف طريقهم إلي بالفعل. حقا؟ أعتقد ذلك، إنهم في زنزانة ولن يعيشوا إلا حتى اكتمال القمر التالي، وبعد ذلك يختفون إلى الأبد. حسنا، تعال إذن وتحول إلي إذا أردت أن تصبح زجاجيا، وعندها سوف أحطمك فورا. لا تقلق، سأعثر على علاج لذلك وسأتخلص من الجلد الزجاجي مجددا. لماذا لا ينجح هذا؟ لقد أنقذ الحب أحدهم. كلير، إذن فهو عديم الجدوى. لندع أهل البلدة يقررون ماذا سيفعلون معه. لدي دموع عادية، أين قواي الخارقة؟ وأنا لا يمكنني فعل أي شيء. لقد انتهى الأمر، لقد انتهينا. حسنا، لنتصرف بطريقة مختلفة. أنتما التزما الهدوء. أيها الحارس، هذا خطأ بكل تأكيد، نحن أشخاص عاديون كنا نسافر فحسب. بموجب القانون يحق لنا إجراء اتصال هاتفي. كلا، أنتما تخططان لشيء ما بالتأكيد. هنا ليس لديكما سوى حق واحد، التزام الصمت. انظروا سكاي، ماذا يريدون منه؟ هل تسمعين؟ إنه هيدج دوغ. أوه، ومن هذا الصغير اللطيف؟ من هذا الصغير اللطيف هنا؟ كلب جيد. أسرع يا صديقي، أسرع، يجب أن ننقذ سكاي. أهالي البلدة الأعزاء، نقيم اليوم محاكمة لمحاسبة هذا الرجل. لقد تجرأ على غزو كوكبنا، لقد استقبلنا الغرباء بكرم وحفاوة، لكن تحول الأمر إلى كارثة مروعة. عاقبوه! 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 لا أفهم ماذا يقصدون بغزو الكوكب. مرحبا، أخبرينا، ألسنا على كوكب الأرض؟ لا، إلى أين تذهبين؟ يتضح الآن لماذا لا يمكننا الاتصال بذوينا. منذ عدة سنوات رأينا سفينة فضائية في سمائنا، لقد هبط هنا في هذا الميدان وعرض علينا علاج جميع أمراضنا ومساعدتنا في إقامة حضارة أفضل، لكنه خدعنا. كان هدفه هو البحث عن متطوعين لاختبار تقنيته الجديدة، ومنذ تلك اللحظة تحول شعب كوكبنا إلى سحالي. حاول علماؤنا العثور على علاج، لكنه لا يعمل إلا خلال النهار، واختبأ الخيميائي في قلب البركان لإكمال تجاربه ونشر مواد ضارة في جميع أنحاء الكوكب. لكن هذه المرة سوف نعاقب من وصلوا إلينا دون دعوة. ولماذا تعتقد أنك أفضل من هذا الخيميائي؟ أنتم شعب السحالي، أصبحتم أصدقائي وأخفيتم أصدقاء الحقيقيين. تظنون أنكم بشريون، لكنكم تتصرفون مثل الحيوانات. حسنا، مرحبا أيها المحتالون.
انظروا، يوجد أربعة منهم، لكن من منهم حقيقي؟ يا رفاق، أنتما على قيد الحياة، ماذا عن الجدة وجون؟ إنهما بأمان، لكننا فقدنا قدراتنا الخارقة. لا تقلقي، سوف نتوصل إلى حل ما. لكن من الحقيقي؟ هيدجهوغ، تعال إلي. لقد سلبكم الخيميائي القدرة على أن تكونوا بشراً، ولكم كل الحق في أن تغضبوا لذلك، لكن إذا تصرفتم مثل الحيوانات سوف تدمرون ما تبقى من البشر بداخلكم. أنت محق يا سكاي، لسنا حيوانات، نحن بشر، سوف نعتني بحضارتنا، أصدقائي سامحونا، من الصعب أن تعيش في جسد شخص آخر، الجزء الثاني من الدواء ما يزال مع الخيميائي. سوف نساعدكم يا أهالي بلدة سحال الأعزاء، سوف نذهب إلى الخيميائي ونحصل على الدواء المفقود. من الأفضل أن تصلوا إلى هناك قبل حلول الظلام، سوف أرشدكم إلى الطريق. يا لها من رائحة كريهة. إنه الكبريت، من الصعب التنفس. هذا غريب، لا أشعر بأي شيء. تشعر في البداية بثقل في جسدك، كما لو كنت نائما تحت بطانية ثقيلة وناعمة. يا له من شعور جميل. تشعر بكسل شديد لفعل أي شيء، لكن لحسن الحظ تستجمع قواك وتحرك البطانية. تفتح عينيك إذ بشيء غريب، ترى من حولك ضوءا أزرق. تحاول فرك عينيك فتدرك أنك تملك لوامس بدلا من اليدين. ما رأيك بتجاوز الجزء الذي تشعر فيه بالرعب وعدم تصديق حقيقة أنك تحولت إلى كراكن؟ تعيش يومين من الرعب والذعر، لكنك تهدأ أخيرا. والآن لنتعرف معا على شكل وحش المحيط المرعب. حسنا، شعرت بوجود تلك البطانية الثقيلة نتيجة ضغط الماء، فالضغط عال جدا في العمق الذي تختبئ فيه عن الأنظار، وقلة من الكائنات الحية قادرة على البقاء على قيد الحياة في عمق كهذا، فلو أخذت سيارة إلى هناك لانفجرت تحت ثقل الماء. لكنك كراكن وتملك قوة تفوق قوة أي سيارة أخرى، يستطيع جسدك البقاء صامدا في هذه الظروف، إذ يمكن لجلدك السميك والمرن تحمل أي ضغط، وتمكنك عضلاتك القوية من التحرك بحرية هناك. أما الضوء الأزرق فأنت تراه لهذا السبب، أنت على عمق كبير لدرجة أن ضوء الشمس بالكاد يصل إلى هنا، ومن الصعب عليك تحديد الأعلى والأسفل بسبب الضغط الكبير للماء، لكنك لحسن الحظ تملك عينين ضخمتين تلتقطان الضوء القادم من السطح كعدسات التلسكوب. لا يرى الإنسان العادي في هذا العمق شيئا سوى الظلام، لكنك تملك شيئا يشبه جهاز الرؤية الليلية مدمجا في عينيك يمكنك من رؤية هذا التوهج الأزرق. لن ترى شيئا تقريبا بهذا العمق، فلا يوجد هنا سوى الفراغ الكثيف والثقيل، لكن ربما تصادفك بعض الأسماك والكثير من حطام السفن الغارقة، بينما الكائنات البحرية التي قد تقابلها هنا غريبة نوعا ما، ومنها أسماك أبو الشص الحبار الشفاف بمختلف أنواعه. بعد التفكير في الأمر تجد أن الحبار العملاق هو صديقك الوحيد هنا، وأنت كملك على هذا النوع من الكائنات. عموما التجول في قاع المحيط ممل جدا، فلا تفعل شيئا سوى الأكل والنوم، وتدرك أنه من الأفضل لو سبحت للأعلى لتناول المزيد من الطعام. ترتفع إلى الأعلى ويصبح الماء من حولك أكثر سطوعا، حيث يزداد مقدار أشعة الشمس التي تصل إلى هذا المكان، وهنا تقابل أخيراً سكان المحيط الآخرين. تهرب السلاحف وأسماك القرش وقناديل البحر والأخطبوطات وأسماك الراي اللاسعة بمجرد أن تلاحظك، تهرب جميعاً عدا قنديل البحر، ويبقى غير مكترث لأي شيء. تبحث عن مكان لتناول الطعام وتلاحظ سرباً من الأسماك. رائع، إنها وجبة الغداء. تتناول طعامك وتبقى هناك لإخافة الأسماك والدلافين للتسلية لا أكثر. تعجبك الطريقة التي يمكنك من خلالها التحكم في لوامسك،
فأنت تملك 10 منها. يستحيل التعبير بالكلمات عما تشعر به، لكن تخيل أن أصابع يديك أصبحت ضخمة كعصا البلياردو، وهذا شيء مدهش. يمكنك تمديد لوامسك لتصبح بطول طائرة بوينغ، ويوجد على هذه اللوامس أيضا أكواب شفط تمكنك من التقاط أي شيء بإحكام، لدرجة أنه ليس هناك أي كائن قادر على الإفلات من قبضتك. تمكنك هذه اللوامس من السباحة بسرعة، ليس عليك سوى تحريكها في اتجاهات مختلفة ثم الضغط عليها لدفع نفسك للأمام. تدفع تيارات المياه القوية التي تصنعها كل الأسماك جانبا، فتلاحظ حوتا أزرق. إنه أكبر حيوان ثديي في العالم، لكنه يبدو بجوارك وكأنه جرو صغير. إذن تسبح وتأكل وتخيف الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، وهذا كل شيء. حياتك مملة نوعا ما، وإلى متى ستبقى على هذا الحال؟ 100 عام؟ 1000 عام؟ تريد الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، لذا تسبح إلى السطح ويكاد يعميك ضوء الشمس الساطع، لكنك تحاول التعود على الوضع. الماء هادئ والرياح ساكنة، تنظر من حولك فترى نقطة صغيرة أمامك. رائع، إنها سفينة خشبية كبيرة بأشرعة، وأخيرا ستقضي وقتا ممتعا. أنت متحمس لرؤية البشر وإخبارهم عن نفسك. تسبح نحوهم بسعادة غامرة، لكنك قد تبدو مخيفا جدا بالنسبة لهم إن رآك أحدهم. لكنك تعلق في إحدى شباك الصيد، إنها رقيقة جدا، لذا تتمكن من تمزيقها بسهولة وترتفع نحو السطح. يشعر الأشخاص المتواجدين على سطح السفينة بالذعر الشديد، وتراهم وهم يصرخون ويهربون في اتجاهات مختلفة. يا شباب، إلى أين تذهبون؟ أريد فقط الاستمتاع معكم. حجم البشر بالنسبة لك ضئيل جدا، يبدأ الصيادون بإلقاء الفؤوس عليك لكنك لا تشعر بأي ألم. تضع واحدا من لوامسك على ظهر سفينة الخشبي وتكسره عن غير قصد، لكن السفينة كلها هشة كعلبة عيدان ثقاب، ربما عليك تجنب لمسها. تستدير وتقلب سفينة بالخطأ، فيسقط في الماء كل من كانوا على متنها. لحسن الحظ لديك لوامس كافية لإنقاذهم جميعا. تلتقط الصيادين بلوامسك وترى الرعب في أعينهم، حتى أن أحدهم فقد وعيه من هول المنظر. تعيد السفينة إلى الماء وتساعد ركابها على العودة إلى سطحها، ثم تدفع السفينة بعيدا وتسبح نحو اليابسة، لكنك تقرر الاختباء عن أعين الناس المتواجدين على الشاطئ. سيخبر هؤلاء البحارة الذين أنقذتهم الجميع كيف نجوا من الوحش العملاق. سيتحدث الجميع عن فظاعتك، لكن لن يذكر أحد أنك أنقذتهم أيضا. يا له من ظلم. تعود إلى أعماق المحيط وتنام هناك، وبعد فترة توقظك بعض الأصوات الغريبة تشبه صوت الماء الذي يقطر في المغسلة من الصنبور. تفتح عينيك وإذ بوميض خافت من حولك. هذا ممتع. تسبح إلى الأعلى فتدرك أنك استيقظت على صوت عاصفة رعدية. يبدو الطقس قاس بعض الشيء، السماء داكنة والأمواج ضخمة، وتلاحظ سفينة كبيرة تبحر وسط هذه الأجواء العاصفة، لكنها تختلف عن تلك السفينة التي رأيتها من قبل. هذه سفينة حديدية بلا أشرعة، في الواقع هي سفينة شحن حديثة. يبدو أنك نمت لمئات السنين. يراك الأشخاص الموجودون على متن السفينة ويطلقون إشارة ضوئية بضوء أحمر ساطع يصيبك بالعمى، فترفع لوامسك وتدفع السفينة عن غير قصد، لكنها ثقيلة ولم تتمكن لوامسك من قلبها. يبدو أن تطورا تكنولوجيا كبيرا حدث أثناء نومك. تزداد العاصفة قوة تجعل السفينة تتدحرج من جانب إلى آخر. تحاول الإمساك بها بلوامسك، إلا أنها تخيف الأشخاص الموجودين على متنها. إنهم يصرخون خوفا، وتدرك جيدا سبب هذا الخوف، فهم أمام وحش ضخم خرج من أعماق الماء وأمسك بسفينتهم. يزعجك شعورهم بالخوف منك، فتقرر الانسحاب وتسبح إلى مكان بعيد متجها إلى قاع المحيط وتختبئ هناك. تبين أن حياة الكراكن غير ممتعة، يمكنك فقط التسكع برفقة الأسماك، لكنها لا تتكلم. أما البشر فهم يخافون منك وأنت لا تريد إخافتهم. أنت تشعر بالوحدة الشديدة في هذا العالم. تتناول غداءك وتعود للنوم، وفجأة تستيقظ على صوت يقول: مرحبا يا سيد كراكن، هل تسمعني؟ تستيقظ وأنت ترتجف رعبا. من هذا؟
هل كانت كل القصص التي تتحدث عن سفينة الهولندي الطائر صحيحة؟ هل سمعت شبحا يتحدث إليك؟ السماء تحترق والمحيطات في العالم مغطاة بالزبد. الرعد والبرق يزلزلان الأجواء، وتحت الماء يتبار اثنان من أفظع الوحوش وأكثرها جبروتا، كأن هذا نذير بنهاية العالم. مجرد رؤية هذا الوحش قد تصيب أي أحد بالجنون. إنه كالثول الضخم والمتوحش، ويواجهه أكبر حبار على وجه الأرض. هذا الوحش لا يعرف الخوف، لأنه الخوف بحد ذاته، وقد كان سببا في تحطم آلاف السفن. إنه الكراكن القوي والقبيح، لتبدأ أعنف معركة في تاريخ الكون. أنت على متن قارب صيد تبحر في المياه الهادئة. الماء صاف وما من رياح، يندمج البحر مع الأفق ولا يمكنك رؤية اليابسة من مكانك، وهذا يمنحك شعورا بالحرية. تنظر إلى جانب القارب وتلاحظ شيئا غريبا في الماء. أنت تطفو وسط بقعة سوداء ضخمة محاطة بحقل أخضر واسع. ما هذا؟ هل تسرب الوقود في الماء واتخذ هذا اللون الغريب؟ لكن لماذا الشكل دائري تام؟ وفجأة تدرك ماهية هذا الشيء ويتجمد الدم في عروقك. الدائرة السوداء هي بؤبؤ وسط عين خضراء ضخمة. الشيء الذي ينظر إليك من الماء كبير جدا، لدرجة أن سفينتك تبدو ضئيلة بجواره. إنه الكراكن. لكن لا تقلق، لا يهتم هذا الوحش بالفرائس الصغيرة مثلك. لطالما أغرق الكراكن السفن على مر قرون طويلة دون أن يلقى أي مقاومة. توجد آلاف القوارب في قاع البحر، ولكن ما المغزى؟ يتوق الكراكن إلى تحد حقيقي لكنه لا يجده. أكبر الثدييات على وجه الأرض هو الحوت الأزرق، لكنه ليس أكثر من سمكة ذهبية أليفة بالنسبة للكراكن. حتى الميجالودون يمكن أن يخسر معركته أمام الوحش ذي المجسات. ربما تقترح عليه البحث عن الوحش العظيم القابع في قاع خندق ماريانا؟ كلا، فالضغط عال جدا ولا يمكن لشيء أن يعيش هناك. لكن خطرت للكراكن فكرة، سيذهب إلى أبعد مكان على سطح الأرض، مكان نادرا ما تمت زيارته واستكشافه. يطلق على هذا المكان اسم نقطة نيمو، وتحت سطح الماء تقع مدينة ريلايا العتيقة التي بنيت قبل ظهور البشر بوقت طويل. ووسط هذه الأنقاض الراكدة ينام كثول الجبار. يستريح هذا الكائن الأسطوري هنا منذ مئات الآلاف من السنين، وطوال هذا الوقت وهو في انتظار الوقت المناسب لتدمير الأرض. إنه نائم الآن، ولكن حتى في أحلامه يتواصل كثول مع أتباعه، ويستخدم التخاطر لاختراق أذهانهم وجعلهم يفعلون أشياء فظيعة. فجأة وعلى غير توقع تقطع غفوة كثول. من يجرؤ على إيقاظه بهذه الوقاحة؟ يفتح كثول عيونه الحمراء الغاضبة المليئة بالأعشاب البحرية، ويرى أمامه حبارا ضخما. وأخيرا وجد الكراكن خصما يليق به، وعلى الفور ينقض الكراكن على كثول ويلف مجساته حول رأس الوحش ويبدأ القتال. يندفع كثول بقوة من قاع البحر نحو السطح، ساحبا الكراكن معه. وحشان عملاقان يفوقان أكبر ناطحات السحاب حجما، يخرجان من الماء. البحر هائج والغيوم ملبدة فوق حلبة النزال. يبدأ كثول بضرب الكراكن بعنفوان، لكن لا يبدو أن خصمه يتألم. يومض البرق ممزقا الغيوم السوداء المضطربة. يحاول كثول نزع مجسات الكراكن الملتفة حوله، لكنها تتشبث بالوحش الأخضر بحزم. في تلك الأثناء تتجه إلى نقطة نيمو لمشاهدة تطور المعركة. عليك أن تبحر من ساحل تشيلي، وهناك أشياء غريبة تحدث هناك الآن. مئات البحارة يتسلقون العشرات من السفن. تتنوع السفن بين قوارب صيد عادية وسفن بحرية مدججة بالسلاح والعتاد. عندما تسأل أي شخص عن المكان الذي سيذهب إليه هؤلاء، تتلقى نظرة قاتمة وإجابة تقول: إلى الخلود. الكراكن متفوق الآن، لكن كثول استدعى أتباعه للمساعدة، ويأمل أن تتمكن السفن من هزيمة العدو.
ولكن وصولهم للموقع سيتطلب يومين على الأقل. وأخيرا ينزع كثول الكراكن عن جسمه ويلقي به في الماء. يهاجم الحبار من جديد، ولكن كثول يمسكه من تلك المجسات واللوامس ويرفعه عاليا. يضرب البرق الكراكن، ولكن الصدمة ليست إلا شرارة بالنسبة للوحش العملاق. في تلك الأثناء يقف البحارة مندهشين من المشهد المتجلي أمامهم لهذه المعركة، وفي الليل ينامون جميعا ويرون الحلم ذاته عن مدينة ريلايا القديمة. يوجد في مركز المدينة معبد متهالك يتربع بداخله كثول على عرشه ويستدعي منه أتباعه. لم يكف الوحشان عن مقاتلة بعضهما البعض ليلا ونهارا حتى آخر نفس، وأخيرا تجمعت حولهما نقاط صغيرة. لقد وصلت السفن، إنها مستعدة لمهاجمة الكراكن انصياعا لأوامر كثول الذي سيطر على عقولهم. لكن الكراكن يملك في جعبته ورقة رابحة، إذ لم يكن يغرق السفن من أجل المرح فقط. في الكثير من الأحيان أنقذ آلاف الكائنات البحرية من شباك الصيد، وها هي قادمة الآن في جماعات من جميع أرجاء المحيط لتقديم المساعدة للكراكن. بدأت الأخطبوطات الضخمة والحيتان الزرقاء وأسماك القرش البيضاء والأنقليس الرعاد بمهاجمة سفن العدو. تصطدم الحيتان بالغواصات، وتقوم الثعابين البحرية بتعطيل محركات السفن بالصعقات الكهربائية. وفجأة يغوص الكراكن تحت سطح الماء. هل استسلم؟ هل خاف؟ لا أظن. يحدق كثول بالماء منتظرا هجوم الحبار. يسمح الكراكن تحت المتقاتلين من الأسماك والبشر، ويبدأ بلف مجساته لتحفيز دوامة ضخمة. حكم الآن على السفن بالهلاك، ولا خيار لكثول سوى الاعتماد على نفسه. الكراكن مخلوق قوي، لكنه يظل حيوانا. أما كثول فذكاؤه يفوق الوصف وإن كان شريرا. يدرك كثول أن الكراكن وحش بحري ويمكن هزيمته على اليابسة. يدوي هدير كثول في السماء، وتضرب صواعق البرق المحيط. تبدأ المياه بالغليان رافعة معها مدينة ريلايا القديمة من قاع المحيط. لا خيار أمام الكراكن الآن سوى الهرب، فهو بحاجة للماء. يحارب الحبار بكل ما يملك من قوة، ولكنه سرعان ما يخسر خارج بيئته الطبيعية. إن النصر حليف كثولو، والآن بعد أن استيقظ من سباته سيدمر بقية العالم كما تقول النبوءة. لكن المعركة لن تمر مرور الكرام. بفضل بيانات الأقمار الصناعية يعرف العالم بما حدث، وقد وضعت بالفعل خطة للقضاء على الوحش القديم في حال فوزه. تدخل الطائرات المقاتلة إلى الصورة وتهاجم كثولو. يرفع الوحش ذراعيه إلى السماء، فتتجمع الغيوم من حوله. يضيء البرق المشحون كل السحب، ويعطل الكهرباء في نطاق عدة كيلومترات، وتتوقف على إثر ذلك الأجهزة الإلكترونية للطائرات. إنها تهوي في الماء ولا وسيلة لهزيمة الوحش الأسطوري، ولكن ما السبب؟ تبدأ الأقمار الصناعية فجأة بالسقوط من السماء بالعشرات. لم يعرف كثول أن مسكنه نقطة نيمو هي المكب الأرضي للحطام الفضائي. بما أن هذه النقطة هي الأبعد عن أي يابسة، سيكون من الآمن إسقاط الأقمار الصناعية الخاملة فيها. وها هي الآن تتساقط بالمئات على المدينة القديمة وتقصف الوحش أيضا. بعد هذا الهجوم المباغت يتراجع كثول مرتبكا تحت الماء مع مدينته، ثم يقرر الخلود للنوم لألف عام أخرى في انتظار قدوم اللحظة المثالية لتدمير العالم. قدرات كثول الذهنية جعلت كل من شهد المعركة ينسى ما رآه، وها هي البشرية قد عادت إلى حياتها دون إدراك للأخطار القابعة في الأعماق. لا يريد كثول أن يكون الناس مستعدين لصحوته. لو أدخلت هذه الإحداثيات في نظام تحديد المواقع العالمي فسترى مكان نقطة نيمو. عام 1997 سجل علماء المحيطات صوتا غامضا من أعماق البحار، أطلق عليه اسم بلوب، ويمكنك العثور عليه وسماعه على الإنترنت. دفع هذا الحدث الكثيرين للاعتقاد بوجود كثولو، لكن الذعر لم يدم طويلا، فقد تبين أن صوت بلوب نشأ عن انقسام لنهر جليدي، أو لربما كان كثولو من جعل الناس يفكرون بهذه الطريقة، من يدري. مهما كنت تحب عملك، تمر عليك أيام يسير فيها كل شيء على نحو خاطئ، مواعيد متأخرة، أو زملاء غير متعاونين، أو كثير من الأنشطة والمهام المملة.
حسناً، أنا هنا اليوم لأخبرك أن الأمور كانت لتكون أسوأ بكثير، وأنا أعني ذلك تماماً. لنلقي نظرة على عدد من أسوأ الوظائف التي اضطر البشر إلى شغلها على مر التاريخ. في عهد الملك هنري السابع، كانت وظيفة بعض الناس من خاصة الخاصة هي اصطحاب الملك إلى الحمام. كانوا يضطرون أيضاً إلى، أنت تعرف ماذا أقصد، النظر إلى كل صغيرة وكبيرة والتأكد من نظافة جلالة الملك بعد أن ينتهي من تلبية نداء الطبيعة. ومع ذلك لم يكن ينظر إلى الأمر كأي نوع من العقاب، بل كان الناس في الحقيقة يتنافسون لنيل تلك الوظيفة السامية. لماذا؟ لأنها تعني أن بإمكانهم الوصول إلى الملك وهو في أكثر حالاته هشاشة، مما يعني قدرتهم على مناقشة أي مسألة معه أو حتى التأثير عليه من أجل اتخاذ قرارات معينة. بالحديث عن الوظائف المملة، ربما كانت وظيفة حافظ الأسماء في ذلك الوقت هي الأكثر مللاً وضجراً بين جميع الوظائف. لم تكن وظيفة خطيرة بأي شكل من الأشكال، وإنما مملة جداً جداً. ما كان يفعله حفاظ الأسماء في أوروبا القديمة يكافئ دليل الهاتف في أيامنا هذه. كانوا يسيرون وراء رؤسائهم في مختلف الحفلات والمناسبات لتذكيرهم بكل شيء فعلوه، وأسماء من التقوا بهم، والمواضيع التي تحدثوا عنها، وما إلى ذلك. وظيفة أخرى لا تقل عن هذه من حيث الملل هي خادم المروحة. يمكنك القول إن هذا الشخص عبارة عن مروحة بشرية. في ذلك الوقت لم يتم اختراع مراوح السقف ولا مكيفات الهواء، فكان هذا الموظف يقضي يومه بالكامل واقفاً في مكان واحد لتشغيل المروحة. إذا ألقيت نظرة على فيديوهات الحرف اليدوية تلك الأيام، ستعتقد بكل تأكيد أن صناعة الصابون كانت في غاية السهولة وتساعد على الاسترخاء. فالصابون نظيف، أليس كذلك؟ ورائحته جميلة أيضاً. حسناً، لم يكن الأمر دائماً على هذا النحو. في الماضي كان العمل في صناعة الصابون يعادل العمل الآن في مصانع المواد الكيميائية. كان الصابون في ذلك الوقت يصنع من مكونات مثل محاليل الغسول القلوية والرماد والدهون الحيوانية المصنعة. يتم خلط كل هذه المكونات معاً حتى تصبح صلبة. وكما لا يخفى عليك، لم يكن هذا الصابون برائحة الخزامة أو الأقحوان بالتأكيد، ناهيك عن أن تلك المواد الكيميائية كانت لها أضرار جانبية محتملة على صانع الصابون نفسه. إذا تساءلت يوماً من أين أتى مصطلح متصيد الأخطاء، فقد كان ذلك في وقت من الأوقات وظيفة فعلية. كان الشعر المستعار منتشراً بشكل كبير في مرحلة معينة من تاريخ أوروبا، لكن المشكلة أن القمل كان شائعاً أيضاً. أعتقد أنك فهمت الآن ماذا كانت وظيفة متصيد الأخطاء الذي نتحدث عنه. كان يستخدم زيت الخزامة والمشط لتنظيف الشعر المستعار من تلك المخلوقات الصغيرة المزعجة. لست من كبار المعجبين بجهاز المشي الرياضي، لكن في العصر الفيكتوري بإنجلترا كانت وظيفة بعض الأشخاص تقتضي استخدام نسخة بدائية منه طوال اليوم، وكان يطلق عليهم الطحانون. كانوا يسيرون على مشايات ويستخدمون قوة سيقانهم في طحن الذرة لساعات دون توقف. كانت وظيفة جامعي خيوط الحبال أيضاً من أكثر المهام مللاً وضجراً على مر التاريخ، حيث كان أصحاب هذه الوظيفة يضطرون لحل حبال كاملة بحثاً عن نوع معين من الخيوط. كان الطلب على هذه الخيوط كبيراً للغاية من قبل صناع السفن والمراكب وأصحابها بسبب قدرته على حماية الخشب من المياه. المشكل المطروح آنذاك هو عدم إمكانية الحصول عليه إلا من مصدرين، من النبات نفسه أو من الحبال القديمة التي تحتوي على هذا الخيط المميز. لهذا السبب كانت مهمة بعض البحارة على متن السفن حل كيلومترات طويلة من الحبال السميكة والخشنة باستخدام أيديهم العارية فقط، بحثاً عن هذا الخيط الثمين. كنت أتساءل دائماً كيف كان البشر قديماً يستيقظون في الصباح الباكر دون وجود ساعات منبه أو هواتف محمولة يمكنهم الاعتماد عليها. لكن تبين أنهم توصلوا في القرن التاسع عشر في بريطانيا وإيرلندا على وجه الخصوص إلى حل إبداعي للغاية،
صاحب المطرقة العالية الذي يعتبر المكافئ البشري لساعات المنبه. في البداية كانوا يطرقون على أبواب من يستعينون بخدماتهم، لكن سرعان ما اكتشفوا أن ذلك عديم الفعالية، بل والأسوأ أنهم غالباً ما كان ينتهي بهم الأمر إلى إيقاظ الجيران الذين لا يريدون الاستيقاظ مبكراً، فكانوا يشتكون باستمرار من الضوضاء. حسناً، ما الحل؟ عصا طويلة مزودة بمطرقة في طرفها العلوي، لأن معظم العمال كانوا يعيشون في الطوابق الأولى. كان صاحب المطرقة العالية يتجول في الطرقات ويطرق على نوافذ من يحتاجون إلى خدماته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا، من كان يوقظ أصحاب المطارق هؤلاء أنفسهم؟ اتضح أنه للحصول على هذه الوظيفة يجب أن يكون الشخص مميزاً إلى حد ما. يستطيع هذا الموظف أن ينام طوال النهار وألا تكون لديه مشكلة في الاستيقاظ ليلاً. على أي حال، مع انتشار ساعات المنبه هاوت المطارق على رؤوس أصحابنا وبدأوا يخسرون وظائفهم. الوظيفة التالية لا تزال موجودة حتى اليوم، لكن هذا لا ينفي عنها صفة الخطر، وظيفة حالب الأفاعي. متطلبات الوظيفة واضحة من اسمها، ومع ذلك فحالب الأفاعي هو الشخص الذي يستخرج سم الأفاعي. قد تتساءل لماذا قد نحتاج إلى سم الأفاعي؟ السم من العناصر المهمة التي لا يمكن لقطاعي الطب والصيدلة الاستغناء عنها. عندما يتعرض شخص ما للدغة أفعى سيحتاج إلى العلاج المناسب بأسرع وقت، ويستحيل فعل ذلك دون دراسة مسبقة لسم الأفاعي المختلفة. يتم بعد ذلك تجفيف حليب الأفاعي بالتجميد واستخدامها في أبحاث المختبرات والجامعات لإنتاج الأمصال التي تحتوي على مضادات السموم. عمل بعض الأشخاص في روما القديمة في عدد من أغرب الوظائف التي قد تخطر على بالك. لنبدأ بوظيفة المجامل. كان بمثابة الإصدار البشري من تطبيق المراسلات أو بطاقات التهنئة، أو لنقل كليهما معا. كان يقضي هؤلاء الموظفون وقت عملهم في تسليم رسائل المجاملات من رؤسائهم إلى أصدقائهم أو معارفهم. وكانت توجد وظيفة المزين التي تعادل وظيفة مصفف الشعر.